أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين. وطبقنا الرئيسي اليوم حيبقى كتير مميز، نوع هيك من السمك عاملينه بطعم جديد. نشوف مع بعض المقادير. سمك حامض حلو، سمكة كبيرة، ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة، 2 ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة شطة مجروشة، ملعقة صغيرة بابريكا، ملعقة صغيرة أوريغانو، ملعقة صغيرة ريحان، وحبة كبيرة من الليمون المقطع شرائح. صلصة حامض حلو، 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون، 2 حبة كبيرة بصل مقطع جوانح، 6 فصوص ثوم مهروس، 2 قرن فلفل أحمر مفروم، 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم، 3 حبة كبيرة طماطم مفروم خشن، علبة صغيرة أناناس مقطع، نصف كوب عصير ليمون، ربع كوب خل أبيض، ملعقة كبيرة نشا، وربع كوب ماء. للتقديم كزبرة خضراء وشرائح ليمون. أعزائي المشاهدين، طبق السمك اللي حنعمل اليوم إذا حبيتوا تجربوه على سمكة هامور كبيرة أو حمرة كبيرة، أو حبيتوا تعملوه كسمكات صغار ممكن بمشي الحال، ممكن بوري إذا حبيتوا. والفكرة حتشوفوها، إحنا حنعمل زي نوع من السمك المسلوق سلق، وبعد هيك الصوص بيتقدم لحاله. الفكرة كتير بسيطة، وحنتكلم هلأ عن المكونات. وزي ما تعودنا إحنا حنقسم المكونات اللي حنشتغل فيها إلى مرحلتين. هلأ السمكة عندي منظفة وجاهزة، والمكونات تاعت الصلصة حخليها على الشمالي، عصير الليمون، وعندي أناناس، علبة من الأناناس المقطع، وعندي البصل. صلصة كتير لطيفة، فلفل الأحمر، الخل والنشا، ومعجون الطماطم، الثوم والطماطم. هذه كليتها مكونات حنخليها على جنب للصلصة ونبتدي نتكلم عن السمكة. قبل ما أبتدي أحط إيدي في السمك، أجهز برضو تشكيلة البهارات اللي حستعملها. وممكن ببساطة، دائما إحنا بنعطيكم اختيارات بالنسبة للبهارات، إذا حبيتوا تلغوا نوع معين أو تحطوا أو تزودوا نوع آخر على حسب رغبتكم. حط، ممكن في ناس يقولوا لي منال إحنا حابين فقط بطعم الكمون بس، ممكن ما فيش عنا أبدا أي مشكلة، إحنا حابين بس نقدم لكم فكرة. عندي هون الكزبرة، وإذا حبينا الأوريغانو والأعشاب هذه بتعطيني طعم كتير لطيف. هذه أنا هلأ المكونات ححطها على السمك. خلينا نحط شوية ملح وشوية فلفل أسود، ونبتدي هلأ نتكلم عن السمكة. يبقى هالمكونات خليها جاهزة جنبي، وححتاج شرائح من الليمون. شرائح الليمون كبيرة صغيرة، زي ما بتحبوا تقطعوها بأي شكل بدكم. خليني قبل، زي ما بنقول نرتب شغلنا دائما، نتكلم عن نتكلم عن الصينية الخاصة بالسمك. هاي الصواني موجودة في السوق بأشكال متنوعة، ممكن تستعملوها، كتير لطيفة خصوصا للسمك. بتقدروا يعني أولا نستعملها كتير نظيف، ما بتحتاجوا تبطنوا بورق ألمنيوم والمشاكل اللي بنواجهنا دائما في السمك. فيها شبك، ممكن أشتغل على نظام السلق إذا حبيت، أو نظام الشوي. ممكن أحط السمكة بالشكل هذا من غير غطاء خالص وأشويها شوي، وممكن أغطيها وتنشوي حسب طريقة الطبخ اللي أنتوا بتحبوها. هالموضوع هذا كتير مريح. هحط شوية مي في القاع، وأي نوع من المطيبات حابة أنا أستعملها، ممكن نحط قطعتين من ورق الغار، عرقين مثلا، عنا أي أعشاب، ريحان، زعتر أخضر بقدر أحط، شوية روزميري بقدر أحط، أعشاب ممكن مطحونة، ممكن حتى لو عندي شوية بقدونس، مجرد حطيت شوية بقدونس هيك في المي. أي نوع من المطيبات، فصوص من الفلفل، أي شيء بس بيعطيني ريحة وطعم. وممكن إذا حبينا شرحة ليمون برضو بنفس الطريقة، قرن فلفل، عود قرفة، أي شيء. نبتدي هلأ نتكلم عن تشكيلة البهارات وكيف بدنا نجهزها في السمك. أنا عندي هون زي ما شرحنا سمكة، تعتبر سمك هامور صغيرة، ممكن أكبر وأصغر حسب أفراد الأسرة. الجلد اللي عليها هذا حخليه،
نظفنا السمكة من البطن بهذه الطريقة، وأبتدي أخلط البهارات هذه مع بعضها وأوزعها على السمك بهالطريقة. إذا حبينا نتبل السمكة وننقعها قبل بيوم بالثلاجة بتبقى يعني طبعا فرصة لطيفة تاخد طعم أكتر. بس إحنا هون الشغل عنا مش كتير مهم بالنسبة للسمك والتتبيل، لأنه هذا حتى الجلد هون أنا ححط عليه بس شوي من البهارات، مش هحتاجه خالص، الجلد هذا كله بعد هيك حتخلص منه، فما تغلبوا حالكم في إضافة مجهود مالوش لازمة. أنا ححط هلأ شرائح الليمون في داخل السمكة، لأني أنا بدي فقط داخل السمكة يبقى فيه طعم. شرائح الليمون هيك عندي معقول، ومجرد أني ححط السمكة في الصينية. الموضوع كتير بسيط ولطيف وسهل جدا، بس هيك كل اللي أنا بدي إياه. ممكن إذا حبيت إضافة صغيرة، خليني أضيف عليها رشة خفيفة من زيت الزيتون، هغطيها. ما تنسوش احنا حطينا مي في القاع، هغطيها وادخلها الفرن. بحتاج ادخلها الفرن على درجة حرارة 200، يبقى الفرن سخن عندي قبل بوقت. خلينا نشوف كيف بدنا نحطها بالفرن. وزي ما قلنا حتى اذا حابين تتبلوا السمك ممكن تتبلي السمك في الصينية هذه وتخليها بالثلاجة جاهزة للفرن على طول. حسيبها بالفرن لمدة ساعة، وطبعا على حسب حجم السمكة. بس هون أنا ما بقلق، حتى لو زاد شوي الوقت ما فيش مشكلة عندي، لأنها عم تنطبخ على البخار. ونبتدي هلأ نجهز الصلصة اللي حنعملها. الصلصة كتير بسيطة وبنفس الوقت طعمها كتير زاكي على فكرة، نفسي إنكم تستمتعوا فيها. هحط شوية زيت زيتون أو زيت ذرة أو زيت دوار الشمس زي ما بتحبوا. البصل المقطع إلى شرائح، مجرد بس يدبل عندي البصل. عندي الثوم المهروس والفلفل الأحمر، هي لذيذة إذا عملتوها سبايسي، بس طبعا ممكن خالص ألغي موضوع الفلفل وأخليها بدرجة يعني طعم عادي. ممكن أعمل بالآخر أقسم الجزء أو أقسم الصلصة إلى جزئين، طبق أحط فيه فلفل للناس اللي بحبوا مشطط وطبق لا. هدبل البصل. وصفة كتير لطيفة للصوص حتعجبكم، هلأ حنشوف كيف الإضافات اللي هحتاجها. عندي هون طماطم، مجرد طماطم مقطع مكعبات، هذا كله هلأ حيدبل مع بعضه. عصير الليمون، الخل، ربع كوب من الخل، وعندي معجون طماطم. هقلب هالمكونات كلها مع بعض. خدتوا بالكم كيف احنا الطماطم مقطعة الى قطع كبيرة، بديش اياها تدوب، انا بدي بالاخر يكون عندي هيك نوع من القطع عشان الصلصة يبقى فعلا شكلها مميز. هبتدي هلأ اضيف الاناناس، اناناس مقطع مع العصير، وأضيف هلأ أي نوع من البهارات حباها، سبايسي شوي، ملح، فلفل، وأغطيها وأسيبها على النار لغاية ما تتسبك. عندي أنا هون مقدار آخر، بنلاحظ كيف شكل الصلصة، طعمها كمان حيعجبكم جدا، بنلاحظ ريحتها شهية جدا. بضل عندي إضافة بسيطة، هاي الإضافة على حسب الرغبة، ممكن تعملوها وممكن تلغوها خالص، اللي هي ملعقة من النشا بدوبها بشوية مي وبضيفها على الصلصة. في ناس بحبوها بالكثافة هاي، ما في مشكلة، ممكن نخليها بهذا الشكل. ونبتدي نجهز السمكة. السمكة احنا حنعمل فيها بس خطوة بسيطة حنشوف مع بعض، بس خليني اشيل هالمكونات هذه اشرح لكم. السمكة اول ما حتطلع من الفرن احنا ببساطة بنشيلها وبنكون مجهزين الطبق اللي حنشتغل فيه. الطبق اللي حنشتغل فيه طبق طبعا يبقى واسع، بنطلع السمكة من الفرن بنشيلها بالباسكت، بيساعدنا الباسكت اللي ورجيتكم اياه، وبحطها في الطبق وبشيل الجلد واقلبها واشيل الجلد، عشان هيك احنا قلنا الجلد ما بدنا اياه ابدا في هذه الوصفة.
ونبتدي نجهز السمكة. عند التقديم زي ما شفتوا احنا نزعنا جلد السمك، حبتدي مجرد اني اوزع عليها الصلصة بهالطريقة. طبعا ممكن التجهيز المسبق في هالوصفة كتير لطيف، اني اكون عاملة السمكة ومجرد اني احط الصلصة سخنة عليها، ممكن حتى اكون مجهزة الصلصة قبل بوقت وسخنها قبل التقديم على طول، تتغطى بطبقة لطيفة من الصلصة الحامض حلو زي ما سميناها، طعم كتير مميز ومختلف يعني للناس اللي بيحبوا يغيروا في الأطباق اللي عم يقدموها بشكل يومي، ممكن احنا هيك ننوع كتير. هلأ بحتاج شوية ديكورات خفيفة، هيك ممكن ناخد الليمون، ممكن ناخد وردات من الطماطم، هذه الديكورات بتبقى ست البيت تتفنن فيها على حسب وقتها، وممكن كمان الصبايا يكونوا بيساعدوا ماما في بعض هالأفكار الخفيفة بتزيين. ممكن نحط واحدة هون كمان بتبقى شكلها كتير لطيف مع شرائح الليمون. الحلو في الوصفة هاي إنها حتعجبكم لأنها فعلا التجهيز المسبق فيها رائع، ولو قدمتوا معاها طبق رز مشغول فقط حتنبسطوا جدا من هالطعم. رشة خفيفة من البقدونس ويبقى عندنا سمك حامض حلو بشكل مميز جدا. خلطنا الأعشاب وتبلنا فيها السمك، حشيناه بشرائح الليمون ودخلناها الفرن، نزعنا جلد السمك، خلطنا مكونات الصلصة وطبخناها لغاية ما تسبكت ووزعناها على السمك.